حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت راجل محترم ومش هشتم وهرفع عليك قضية. ده كان جزء من رد حورية فرغلي في برنامج صبايا الشمس مع ريهام سعيد، اللي طلع منه خبر إشاعة خطوبتها مع الإعلام العراقي نزار الفارس، واللي أعلن خبر خطوبته على حورية فرغلي ونزل صور وفيديوهات من كواليس البرنامج بتاعه بتأكد كلامه وبيرقصوا سوا، واللي كان من ضمنها فيديو بيقول لها أنا بغير عليكي، ممنوع تلبسي قصير، وشوية كلام كده منحنح كده من اللي بيتقال في الأول يعني. الخبر أول ما نزل على السوشيال ميديا عمل بهجة كبيرة جداً للجمهور اللي فرح لحورية فرغلي من قلبه، بالذات إنها عانت كتير في الفترة الأخيرة، وقال إن الأوان بقى إنها تفرح لها شوية. لكن يا فرحة ما تمت، بعد ما تقال الخبر بشوية نزل خبر تاني يكذب الإشاعة، والجمهور بقى محتار ومش عارف أنهي خبر فيهم هو اللي صح. وطوا الزغاريت شوية كده لغاية ما نتأكد من الخبر يا جماعة. قامت خرجت حورية فرغلي في برنامج صبايا الشمس وهي منفعلة جدا، وبتقول هو ازاي يعمل حاجة زي كده، انا اصلا اول مرة اشوفه، هو في حد يتجوز حد اول مرة يشوفه؟ ده كلمني من اسبوع عشان يعمل معايا لقاء في البيت، وجهزت كل اللي طلبوا مني، ولما دخل بيتي قعد يصور كل حاجة من ورايا وكل شوية ياخد لي سيلفي، وانا مش عارفة هو بيعمل كده ليه، قلت اسيبه على راحته. وكمان ردت على موضوع الرقص بأنه هو اللي طلب منها تشغيل أغنية لماجد المهندس وطلب ترقص عليها، وهي واخدة كل كلامه من باب الهزار والمجاملة مش أكتر يعني. الست علشان سابتك تدخل بيتها وتفكت معاك بكلمتين تبقى كده بتموت في دباديبك يعني؟ وكملت حورية وقالت هو بيجي مصر عشان يعمل ترند كمان هيعمله معايا المرة دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنا هرفع عليك قضية. الكلام ده كله ما عجبش الأستاذ نزار وقال لا حصل، بالأمارة كنت بتقولي لي أنا خلاص كبرت ومحدش هيرضى يتجوزني، فقلت لها أنا هخطبك توافقي؟ قالت موافقة. طب ده كلام يا نزار، الست كانت بتهزر وبتجاملك يا سيدي، ما عندها حق برضو يا أخي، لما قالت هو اللي يجي يخطبني ده مش يجي يكلم أهلي الأول ولا إيه؟ جرى إيه يا عم نزار؟ بنات الناس مش ترند،